في المستهل أود أن أعرب لكم عن عميق تشكراتي عن الدعوة التي وجهتموها لنا لحضور فعالية الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2024، وعلى حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التي حظيتمونا بها منذ وصولنا إلى دولة قطر التي نعتبرها في الجزائر بلدا شقيقا وشاركا موثوقا، ونحرص شديد الحرص على توطيد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتنسيق العملي المستمر. وتأتي هذه الزيارة في السياق التي قمت بها إلى قطر سنة 2022 وزيارة سيادتكم خلال السنة الماضية إلى الجزائر، والتي تعد فرصة متجددة سنغتنمها للعمل معا على تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وتجسيد تعاون عسكري متعدد الأبعاد يعود بالفائدة على جيشي البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب المهنية في مجال الأمن والدفاع.